غير مستبعد على الإطلاق. شوف اليوم، إذا نشوف اليوم طريق التنمية هو بديل عن طريق الحرير. طبعاً هناك صراع اقتصادي كبير بين الصين وبين الولايات المتحدة الأمريكية، وهناك يعني شكوك بأنه أيضاً من يدعم طريق التنمية نكاية بالصين وطريقها الولايات المتحدة الأمريكية بالطبع. وأنتم ونحن نعلم أيضاً بأنه قطر هي حليف استراتيجي للولايات المتحدة الأمريكية، وأيضا حتى تركيا مثل ما تفضلت، لأن تركيا عضو بالناتو. لذلك هناك يعني مصالح متبادلة بين دول المنطقة كما ذكرت في الشطر الأول، وهذه استراتيجية تنتهجها الدول التي دخلت إلى المنطقة بدعاوى كثيرة وبحجج كثيرة. أنتم تعلمون أنه الولايات المتحدة الأمريكية عندما دخلت إلى العراق ويعني عبرت المحيطات والبحار، وأيضا جاءت بالكثير من الجيوش والأسلحة والأعتداء والغواصات وحامل الطائرات، ليس خطأ أو يعني هناك اعترافات من قبل توني بلير وجورج دبليو بوش بأن العراق لا يمتلك أسلحة الدمار الشامل، هذا كمان كان قبل أشهر. لذلك اليوم كانت بالطبع يعني هذه المشاريع التي تحصل بالطبع هي استراتيجيات، ليست آنية إنما مخطط لها. وطريق التنمية يعني ربما سيتم تمويله من قبل قطر وأيضا بعض الدول الأخرى، لأن طريق التنمية مهم جدا، يبدأ من الفاو وينتهي في فيشخابور، قرية فيشخابور. طبعا هذا مثلث سوري عراقي سوري تركي، وبالطبع سوف تستفيد منه تركيا كثيرا. ذلك اليوم هذه المشاريع لا يستطيع العراق تنفيذها بمفرده، لذلك هذه الاتفاقات بصراحة تخدم العراق كثيرا، لأن العراق عانى الكثير من الحروب وعانى حصار اقتصادي خلال تسعينات القرن الماضي، وأيضا لحد هذه اللحظة العراق يعاني اختناق اقتصادي خطير جدا، ربما لأنه هو دولة ريعية بالأساس ولا يستثمر باقي الموارد. عندما نتحدث عن الغاز واستثمار الغاز وتجربة قطر اللي هي طبعا إحدى الدول العشر الغنية بالغاز الطبيعي والغاز المصاحب، لذلك تجربة قطر سوف تنقل إلى العراق، وقطر سوف تكون حليف استراتيجي اقتصادي، وأيضا سوف يتم تأسيس شركة نفط بين العراق وبين قطر. وبالطبع يعني أنا أقول لك أنه العراق أو قطر ربما فعلا ستمول طريق التنمية، وسوف يشهد هذا الطريق ازدهار، والعراق سوف يكون انطلاقة اقتصادية كبيرة بالنسبة لدول المنطقة. وطبعا هذه استراتيجية ربما معلومة قد يفهمها البعض ولا يفهمها البعض الآخر.